هذا رجل يقول أريد أن أوزع مالي قبل وفاتي، هل يكون التوزيع للذكر مثل الأنثى أم غير ذلك؟ إذا كان هذا قسم التركة يريد أن يقسم ماله قبل أن يموت فلا بد أن يلتزم بقسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين ويعطي الزوجة الثمن، يعطيهم على قسمة الله، هذا إذا أراد القسمة. لكن لو أنه ما عنده نية، ما هو بمريض ولا فيه موت ولا فيه شيء، فأراد أن يهب يعطي عياله أشياء، فللعلماء فيها قولان. القول الأول أنه يجوز أن يعطيهم الذكر والأنثى سوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سويت بينهم، ورجح هذا الإمام الشافعي وكثير من الحنابلة وبعض العلماء. الأمر الثاني أو الحال الثاني أن يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي رجح الظاهر المذهب عندنا أن قسمتهم تكون على قسمة الله قسمتهم. والذي يترجح لي أنا بالنسبة قد بحثت المسألة أن الإنسان ما دام في الحياة يجوز أن يهب أولاده إما بالتسوية أو للذكر مثل حظه، كلاهما جائز، كلاهما جائز. نعم.